انا بشكرك على الحاجه ديت، وبشكرك على البرنامج دوت ان انت اديتني اكتر من حقي. لا لا، ما انا مش هسمع الكلام ده منك، انما من حاجات بتاعتنا في البرنامج. احنا كل ضيف بيكتب كلمه للبرنامج ماشي باسم المجري وليس الاسم مصطفى عبده. ده انا الاسم بتجنبه على جنب، ماشي، والبرنامج على جنب، ماشي، عشان انا بقى وكمان بقى تكريما للكابتن مصطفى، طالما انت مفيش مسؤولين كرموك يبقى انا اللي هقول الكلام اللي انت كاتبه، وده تكريما لنجمنا الكبير وعم لعيبه مصر الكابتن مصطفى رياض. احنا طبعا احنا متابعين في البرنامج ان النجم هو اللي انما احنا تكريما للكابتن مصطفى رياض، اخي وحبيبي كابتن مصطفى عبده، سعدت بالتواجد معك على شاشه قناه الاهلي، وشرف لي الظهور في هذا الصرح العظيم وفي برنامج المجري، هذا البرنامج الذي بات ملء السمع والبصر. اشكرك على هذه الاستضافه الكريمه وهذا الحوار الشيق الذي يعتبره وثيقه مهمه في مشواري مع كرة القدم. أتمنى لك التوفيق نجم مصر كابتن مصطفى رياض. يعني أنا ما استحقش الكلام ده منك. لا يا كابتن، إن كلام أنت كاتبه ده كلام كبير جدا. يا كابتن والله استحقك. وعاوز أقول إن معظم الألقاب اللي أنا أخدتها كان الكابتن نجيب المسكاوي كانت قريبة جدا من الكابتن مصطفى رياض، وده طبعا تاج على راسي. فأنا بقول لك كابتن بشكرك على تواجدك معانا، وان شاء الله نشوفك في احسن صحه واحسن عافيه، وربنا يشفي لك الحاجه ويكرمك في اولادك في احفادك، ونشوف غزال اسمر جديد في الله. ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا كابتن مصطفى. عفوا.